هما ما لهمش ذنب فيها. معايا مجموعة برضو من الأخبار المهمة جدا، ومن أهم تلك الأخبار بعض الأنباء عن تغيير الخريطة البرامجية في قناة الزمالك، بعض الأنباء يعني. طيب، وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، وانا يعني هي الخريطة، هو القناة لحقت تطلع علشان تتغير الخريطة؟ ده خبر جاي متداول يعني في المواقع كلها، تمام. والأنباء التانية عن إن رئيس الجمعية هيبتدي يقدم البرنامج بتاعه في القناة، المذيعين والمذيعات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، خلاص في أحد الزملاء خلاص مش هيقدم البرنامج الرئيسي بالليل، وهيتم تعديل فيه أحد الصحفيين برضو، الكلام برضو على الأستاذ شادي عيسى أعتقد، ممكن برنامج 1911 يتم التغيير. المهم يعني، المهم يعني هيبقى فيه بعض الايه التغييرات داخل الخريطة البرامجية جوه قناة نادي الزمالك. ومن هنا بحب اقول يعني ان على السادة المحترمين اعلام المصريين ان هم يعيدوا النظر في صياغة المحتوى اللي بيقدم على شاشة قناة نادي الزمالك. قناة نادي الزمالك لما طلعت، قناة نادي الزمالك أول ما طلعت في نور حققت نسب مشاهدات عالية جدا ورائعة جدا. عالية جدا ورائعة إيه؟ جدا. وبعد كده ابتدت القناة تاخد الكيرف في النزول في حيث نسب المشاهدة. انا برضو بتكلم عليها من حيث نسب الايه المشاهد، الى ان تم استدراج القناة شيئا فشيئا لغاية ما بقت بتشتغل لايه لحساب يعني شخص معين، بوك لشخص معين وهكذا يعني. فانا بقول للسادة اعلام مصريين من فضلكم لو سمحتم حاولوا بقدر الامكان ان المحتوى اللي يقدم محتوى يهم جمهور نادي القناة تحمل اسم نادي الزمالك، يبقى المحتوى اللي بيقدم يهم جمهور نادي الايه الزمالك. ومش جدعانه، مش جدعانه ابدا ان انا علشان قناه نادي الزمالك واعمل نسب مشاهدات كبيره ان انا طول الوقت اطلع اشتم في النادي الاهلي. ده اسمه فراغ، ده اسمه ايه فراغ، ده اسمه قلة حيلة. اسمه فراغ واسمه قلة ايه؟ حيلة. امال ايه؟ علي نادية، اتكلم على نادية، اتكلم عن نفسي، اتكلم عن شغلي، اتكلم عن انجازاتي، اتكلم عن اللي جاي، اتكلم عن جمهوري، اتكلم عن فرقي، اتكلم عن لعيبتي، اتكلم عن ملاعبي، اتكلم عن استادي، اتكلم عن تاريخي، تاريخي كبير من 1911. ده انتوا مش تملوا فيه 8 9 10 ساعات هوا، ده انتوا تملوا فيه 24 ساعة هوا، هوا كمان مش مسجل. 1911، شوفوا بتتكلموا في عدد قد ايه بطولات، وعدد قد ايه فرق، وعدد قد ايه لعيبة، وعدد قد ايه. ده انتوا كمان تحمدوا ربنا وتبوسوا ايديكوا وشه وضهر ان النهارده كمان اصبح في ماتيريال موجود اتجمع مننا كلنا. الماتيريال ده اتجمع مننا، مني ومن زمايلي، وما اتدفعش فيه المبالغ اللي اتدفعت فيه ماتيريال قد ايه قبل كده. يعني الشرايط مثلا، ماتشاتي على ماتشات نبيل محمود، على ماتشات مدحت عبد الهادي، على ماتشات ايمن يونس، على ماتشات هشام يكن، على ماتشات مش عارف مين ومين، اتجمعت كلها. وفي لينا مشجعين، ناس لم تستفد من نادي الزمالك بل افادت نادي الزمالك، من المشجعين على راسهم هشام عبد الوهاب ومايكل ايوب.
نزعهم، دفعوا من جيوبهم، ولم يستغلوا شهرتهم على السوشيال ميديا، ولم يستغلوا معرفة الناس بيهم على السوشيال ميديا ان هم، او لم يستغلوا التفاف مجموعة كبيرة من جمهور نادي الزمالك بيهم على السوشيال ميديا انهم يقبضوا او انهم يستفيدوا او انهم يشتغلوا او انهم يركبوا او انهم يغيروا جلدهم او انهم يغيروا مبادئهم. الناس دي بتحب نادي الزمالك بجد، الناس دي بتدفع من جيبها عشان نادي الزمالك. انما اللي بيعمل الـ 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 الحبتين علشان يتاجر بحبه لنادي الزمالك، لا بيبان بيبان. صاحب القضية عمره ما بيتاجر بالقضية. تاني، صاحب القضية عمره ما بيتاجر بالقضية، لا بيشتغل لها، بيشتغل لها. المحب الحقيقي، المشجع الحقيقي اللي بيعشق نادي الزمالك الحقيقي او النادي الاهلي ايا كان، بيدي ما بياخدش وما بيتاجرش وما بيتلونش. فانا هنا من هذا المنطلق احب اقول تاني لاعلام المصريين المسؤولين والمالكين، تاني المسؤولين وايه ايه عشان الكلمة دي ما تمشيش كده، المالكين، المالكين المالكين لقناة نادي الزمالك، من فضلكم لو سمحتم عيدوا النظر فيما يقدم من محتوى لقناة نادي الزمالك. وعلى السادة الموجودين بقى العاملين، تمام، انا بقولك مش شطارة منك انك تثبت لي انك زملكاوي انك تشتم الاهلي او تشتم في الاسماعيلي او تشتم في، لا مش شطارة. امال ده اسمه ايه؟ اسمه فراغ. اسمه ايه؟ اسمه قلة حيلة. اسمه فراغ واسمه قلة ايه؟ قلة حيلة.